مشاهدي جن تي في، أهلا ومرحبا بكم. في محاولة لرد الجميل للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، قمنا نساء ناشطات وفاعلات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإعلان عن مبادرة نون. للتعرف أكثر عن هذه المبادرة ننتقل عبر السكايب إلى اليمن للحديث أكثر عن هذه المبادرة مع الناشطة آثار علي. أهلا وسهلا وشكرا لاستضافتك الكريمة. مبادرة نون هي مبادرة تهدف إلى حرية القائد عبد الله أوجلان. قام بتأسيسها مجموعة من النساء مختلفة المدن، مختلفة الأفكار، من شخصيات نسوية اجتماعية كردية وعربية. هدفها الأساسي تسليط الضوء أكثر على قضية القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى القضية النسوية بالعموم من خلال تسليط الضوء على قضية القائد عبد الله أوجلان. نعم، طيب اختياركم للتوقيت هذا بالذات وللمكان أيضا، يعني لما تمت هذه أو انطلقت هذه المبادرة تحديدا من لبنان؟ نعم، أولاً هناك شق تاريخي، ربما القائد عبد الله أوجلان عاش فترة طويلة في لبنان، بالإضافة إلى مبادرة أو جمعية جين النسائية، هي من كان لها سبق في الفكرة والتواصل معنا كنساء من مختلف دول المنطقة، وبالتالي بالضرورة أن يكون الإشهار والإعلان من لبنان. بالنسبة للتوقيت، أعتقد بأن حالياً تعيش المنطقة تطورات وتعيش المنطقة الكثير من الأزمات التي يفترض علينا كمجتمعات وكنشطاء الالتفاف حول قضايانا، فأعتقد أصبحنا حاليا في المنطقة العربية أكثر انجرارا نحو أن نلتف حول قضايانا الكردية والعربية ومختلفة القضايا مختلفة القومية بشكل أو بآخر. لذا أنا أعتقد بأن هذا التوقيت هذه أسبابه بشكل كبير. يعني نعم، طيب حابة أعرف أسباب انضمام حضرتك أيضا لهذه المبادرة، أو ما هي الدوافع اللي خلتك تكونين جزء من هذه المبادرة؟ نعم، أنا من دولة تعيش حاليا حروب وصراعات منذ 8 أعوام، تعيش الكثير من الأزمات. ربما هذه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية جعلتنا نكتشف اليمن بشكل آخر. اليمن أيضا متعدد الهويات ومتعدد القوميات، صحيح ربما ليس مثل دول كثير في المنطقة، ولكن هناك أيضا اختلافات علينا جميعا أن نتعرف عليها أكثر. ربما هذه الأزمة جعلتنا كنشطاء، كمجتمع، كباحثين نهتم أكثر بقضايا المنطقة، ربما حتى قضايا لا تتقاطع مع أزمتنا أو مشاكلنا كيمنيين. ولكن من المثير للدهشة أن أكتشف أنا وأنا يمنية بأن هناك عائلات بل قرى بأكملها كردية في اليمن، وهذه كانت بالنسبة لي مفاجأة شديدة الدهشة. يعني أن أنا يمنية وأقيم في اليمن وأعيش في اليمن ولا أعلم قوميات بلدي بشكل كبير. لذا كنت سعيدة جدا بأن أنضم إلى مبادرة نون لحرية القائد أوجلان. هناك الكثير من قضايا قوميات المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علينا أن نتكاتف حولها بشكل كبير حاليا في وقت أزمات كبيرة تعيشها المنطقة. نعم، يعني هذه الحالة اللي ذكرتيها حضرتك، يعني يمكن هذا الحالة هذا النموذج في اليمن وفي دول كثيرة بالمنطقة نفس الحالة، أنه هنالك مذاهب وطوائف وقوميات وإثنيات كثيرة يمكن نجهل عنها الكثير، أو يمكن فقط نعرف أسماءها ولا نعلم عنها الكثير، وهذا الشيء طبعا بسبب يعني تأسيس الدولة القومية اللي أسستها الدول العظمى وفق معاييرها وفق حساباتها ومصالحها هي، للأسف خلتنا نجهل عن الفئات اللي نعيش وياها في داخل مجتمع أو في إطار حدود وإطار وحدود دولة واحدة. هل كان لي يعني برأيك لفكر قائد
مثل قائد عبد الله أوجلان تأثير بأنه نرجع أنه نراجع هذه الأسس والمعايير اللي نظمها على أساسها حياتنا ومجتمعاتنا، ونفكر بأنه بدل ما نفكر بالدولة القومية اللي على أساسها تبنى الدول على أساس قومية أو على أساس مكون داخل مجتمع واحد وتلغي دور باقي المجتمعات، وعلى أساسها يعني تتعرض هذه المجتمعات لأزمات ولصراعات داخلية وحتى تدخلات خارجية. نعم، الجهل الذي يتملكنا نحن كمجتمع من جانب وكنشطاء من جانب آخر يؤدي بشكل أو بآخر أيضا إلى العديد من عدم رفع الصوت. يعني هذه القوميات المختلفة لا تستطيع رفع صوتها بشكل كافي، أيضا نحن لا نتضامن مع هذه القوميات بشكل الكافي. مع الأسف الشديد لدينا العديد من قضايا المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا نلتف عليها ولا نلتف حولها إلا إذا كانت من نفس معتقدنا ونفس أفكارنا ونفس ديننا ونفس طائفتنا ونفس منطقتنا، وهذه كارثة. وبالتالي تتعرض هذه القوميات بشكل أو بآخر العديد من التعتيم والتهميش والقمع. بالتالي من المهم جدا أن نلتف حولها، وأيضا لكل قومية قائد ولكل فكرة قائد ولكل أهداف وقضايا قادة ينيرون طريق هؤلاء المناضلين نحو قضاياهم، والقائد عبد الله أوجلان بالتأكيد على رأسهم. وبالتالي من المهم من الأهمية بمكان أن نعيد تفكير وترشيد الخطاب الإعلامي لمزيد من استقطاب المجتمعات سواء العربية أو الغير عربية أو القوميات المختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو المزيد من الالتفاف. لا أخفيكي، ربما البعض وليس البعض ربما الكثير يقلق، وهذا يعني جانب إعلامي أكثر أثر على الفهم سواء القضية الكردية أو غيرها، وبالتالي ربما القضية أخذت طابع سياسي بشكل كبير وهناك مخاوف كبيرة، ولكن هناك بعد اجتماعي وحقوقي وإنساني ونسوي أيضا لم يتم تسليط الضوء عليه، وربما هذا أيضا ما تسعى إليه مبادرة نون للمزيد من استقطاب المجتمعات في المنطقة المختلفة، المزيد من تسليط الضوء بشكل كبير على قضايانا كقوميات مختلفة في المنطقة. وبالتالي قضية القائد عبد الله أوجلان وحريته هي جزء لا يتجزأ من قضية يفترض أن نلتف حولها جميعا سواء في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. نعم، يعني واحدة من هذه المفاهيم المخلوطة اللي انتشرت في بلدان كثيرة بالمنطقة للأسف بالرغم من تنوع المنطقة، ويمكن هذا النقطة المميزة بمنطقتنا سواء كان الشرق الأوسط أو حتى شمال أفريقيا، بأنه هذه المنطقة مليئة بمجتمعات بمكونات وفئات كثيرة من المجتمع اللي هي تجمل كل مجتمع وكل بلد بالمنطقة، ولكن مع ذلك هنا يعني نتيجة لتنظيم حياتنا بأسس ومعايير غير مناسبة لمجتمعاتنا خلتنا نفهم يعني توصلنا مفاهيم مغلوطة لربما خصوصا للمجتمعات الكبيرة. يعني يوم اللي المجتمعات الكبيرة ما تناصر أو ما تفهم قضايا المجتمعات الأخرى أو المجتمعات الأخرى داخل المجتمع، هذا بسبب عدم فهمها لرؤية هذه الفئة والمكون أو عدم وضوح الصورة بأنه من هم وما يريدون. يعني مثلا سنين طويلة يعني الأخوة العرب اللي عايشين ويان اللي نعيش وياهم وعايشين ويانا في بلد واحد في دولة واحدة ماخذين فكرة عن الأكراد وعن القضية الكردية بأنهم فئة بالمجتمع انفصاليين ومتمردين وين ما يكونوا يخربوا حتى يبنوا لهم أو يأسسوا لنفسهم دولة، واللي هذه فكرة مغلوطة تماما. يعني اللي يجب الآن نفكر به هو كيف نأسس حياة مشتركة وليس كيف يعني نأسس دولة.
فهاي واحدة يعني يعني اللي دعم حديثك يعني إنه هذه واحدة من المشاكل اللي نعاني بها من المنطقة بكافة مكونات يعني للأسف. وفي هذا الإطار أحب أسأل يعني عن أهم النقاط اللي جاءت في البيان بيان مبادرة نون، شنو أهم النقاط اللي طرحتوها في إطار هذا في إطار هذه المبادرة؟ نعم، اسمحي لي قبل أن أتحدث عن النقاط الأساسية أو الرئيسية في إعلان المبادرة. أنا أتفق مع ما جئت به وأزيد عليه بأن مع الأسف الشديد لن تتقدم الدول إذا لم تحترم تنوعها مهما كان وأيا كانت قومياتنا وأعراقنا وطوائفنا وأفكارنا. صحيح هناك فزاعة، وخليني أستخدم فزاعة إعلامية تستخدم في مسألة تمزيق المنطقة، ولا أعتقد بأن هناك عاقل ممكن أن يسعى إلى تمزيق المنطقة، لأنه إحنا محتاجين أن نلتم بكافة قومياتنا المختلفة. ولكن هذه الفزاعة ليس من حق أحد أن يستخدمها لقمع الآخر، لقمع القوميات الأخرى المختلف معي في المعتقد، في الدين، في الأفكار، أيا يكون. هذه الفزاعة مع الأسف الشديد إذا استمرت بشكل كبير ولم يتم أخذ قضايا هذه القوميات بعين الاعتبار، ستتمزق المنطقة شئنا أم أبينا. الحل لإنهاء هذه الفزاعة هي أن نلتف حول قضايانا وأن نعيش جميعنا في بلد يحترم حقوق الإنسان والديمقراطيات والقوميات المختلفة. فمع الأسف الشديد يعالجون المشكلة بمشكلة أكبر وأعمق، ويقدرون بشكل أو بآخر مشاكل المنطقة. حتى نحن كعرب أيضا يعني لدينا قضايانا وأصبحنا ممزقين، وإن كنا حتى قومية واحدة ودين واحد، ولكن لدينا أيضا أفكار ومذاهب مختلفة. لذا الحل في الأخير أن نترك تلك الاختلافات وأن نركز في نقاط المشتركة ونقاط الاتفاق حتى نستطيع أن نستمر في الحياة مع بعضنا البعض. ما يتعلق بالنقاط الرئيسية، نحن سلطنا الضوء بشكل كبير على قضية السيد عبد الله أوجلان، مظلوميته، مناصرته، من هن النساء ومن هي الدول المشاركة والمؤسسة لتلك المبادرة. قمنا بأيضا توضيح خطة موجزة ماذا ستعمل هذه المبادرة في المستقبل، سواء من خلال الحشد والاستفادة أيضا من المبادرات التي تم تأسيسها سابقا أيضا منذ بدء قضية القائد عبد الله أوجلان، التشبيك معها، التواصل معها، تسليط الضوء أكثر على قضية القائد عبد الله أوجلان، وأيضا قضية النسوية التي أيضا القائد عبد الله أوجلان أخذها بعين الاعتبار، وكان له الكثير من الكتب والمرجعيات المهمة النسوية التي سنستفيد منها في المبادرة بالتأكيد. نعم، طيب عندي فضول أعرف من وين تعرفتي عن القضية الكردية، وكيف عرفتيها، وكيف يعني نقطة البداية اللي من خلالها تعرفتي على القضية الكردية وعن مشاكل هذه هذا المكون في منطقة الشرق الأوسط؟ نعم، لا أخفيك، أنا بدء معرفتي بالقضية الكردية كانت مؤلمة. هناك تقارير كثير في البي بي سي كانت تتحدث عن الانتهاكات التي تتعرض لها الكرديات والكرديين من قبل تنظيم الدولة داعش. كنت أتابع بشدة تلك الجرائم، تلك الانتهاكات، وأقوم بالبحث بشكل كبير من هم الأكراد، من هم التركمان، من هم الأشوريين، من هم الأزيديين. يعني هذه القوميات لا نسمع عنها في اليمن، ولا نسمع عنها كنا سابقا حتى في إعلامنا العربي، لم تظهر للعيان إلا بعد ظهورها للإعلام من 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 واقع جرائم تنظيم الدولة داعش. بالتالي تلك القضايا مأساوية جعلتني أبدأ أبحث وأعرف هذه القوميات المختلفة وقضاياها. ولا أخفيك بأنه المراجع أو المنافذ التي كنت أستقي منها معلومات بشكل أو بآخر لا أستطيع أن أجزم بأنها
مصادر صحيحة، لأن بالأخير هي على الإنترنت وكل طرف يرى هذه المظلومية من وجهة نظره بشكل أو بآخر. إلى أن ومن حسن الصدف تواصلت إحدى الجمعيات المرموقة في لبنان، هي جمعية جينا النسائية، وأنا أوجه لهم التحية من خلالك بقيادة الأستاذة بشرة. السيدة بشرة طبعا هي كردية سورية مقيمة في لبنان. تواصلنا العام السابق وحضرنا مؤتمر نسوي حضره كرديات من مختلف الدول، وتعرفت أكثر وعن قرب للقضية الكردية وبشكل موضوعي وبشكل متوازن، بعيد عن الخطاب المتعصب، بعيد عن الخطاب الذي يدعي الإعلام العربي بشكل أو بآخر بأنه هذا الخطاب السائد للقضية الكردية. وفهمت أكثر من هون مشكورات سواء ست بشرى، ست حنان من لبنان والكثيرات، أخذت فكرة ممتازة وقدرت أن أصل إلى معلومات من أصحاب الشأن. في مثل عنا يقول أهل مكة أدرى بشعابها، فأن تأخذ المعلومة من أصحاب الحق وأصحاب المظلومية أفضل 100 مرة من أن تأخذها من عبر الإنترنت أو تأخذها من خلال تقارير قد تحسب بعض الجهات الإعلامية على أطراف بشكل أو بآخر. نعم، طيب برأي حضرتك كيف حتكون نتائج هذه المبادرة وما هي خطواتكم القادمة؟ حاليا نحن سنسلط الضوء بشكل كبير على أن كيف نعرف المجتمعات العربية على من هو عبد الله أوشنان، وليس من منظور إعلامي سياسي مع الأسف الشديد للكثير من القنوات التي ربما أساءت للقضية بشكل أو بآخر. سنحرص أن يعرف المجتمع العربي هذه القضية بمضامينها الإنسانية والحقوقية والاجتماعية والنسوية أيضا. سنسعى من خلال المبادرة بعد ذلك إلى إقامة العديد من الفعاليات لمناصرة إطلاق سراح السيد عبد الله أوشنان. سنقوم بالتشبيك والتواصل مع المبادرات التي أسست من سابق مع مكتب محامين السيد عبد الله أوشنان. سنقوم بالعديد من الأنشطة التي تدعم مجهودهم السابق وأيضا تعيد تسليط الضوء بشكل يبدو إلى حد كبير مختلف عن المبادرات التي تم تشكيلها سابقا، وهي ستكون من منظور نسوي خالص وحقوقي أيضا، سيسلط الضوء على هذه القضية المحورية. نعم، طيب يعني بما أنك تعرفتي على فكر القائد أوشنان، أحب أعرف ما الذي اتخذتي عن فكرة في قضية المرأة، وما الذي تغير يعني من أفكار وحتى سلوك عند حضرتك عن بعد ما عرفتك بفكرة جديدة لربما عن قضية المرأة؟ معرفتي بقضية المرأة من منظور السيد عبد الله أوشنان أكد وعزز لدي مسألة أهمية بأن تكون المرأة شريكة في كل شيء، حتى على صعيد الهرم السياسي، وهذا عنوان رسالتي في الماجستير. يعني مسألة عادة نتكلم نحن في المنطقة العربية عن مشاركة المرأة في العديد من المحافل، ولكن في الجانب القيادي وفي الجانب السياسي يدا بيد مع الرجل بالمناصفة، هذه أمور جريئة وتعتبر شجاعة أن يتم ذكرها في المنطقة في أغلب الدول العربية. فرؤية السيد عبد الله أوشنان دعمت وعززت أيضا من فكرتي التي أعمل عليها حاليا في رسالة الماجستير أو في عملي حتى الحقوقي النسوي في اليمن، بأن المرأة أيضا تستطيع أن تقود الدول وتشارك الرجل في قيادة الدول. نعم، طيب يعني الكرد والعرب لهم تاريخ نضال مشترك في المنطقة، لربما هذا تاريخ طويل نكون مقصرين بحقه إذا تحدثنا عنه الآن، ولكن ماذا يمكن فعله اليوم لإحياء هذا التاريخ وتوحيد الجهود لخلاص المنطقة؟
من الاحتلالات والتدخلات الخارجية. يمكن العراق واليمن أكثر الدول بالمنطقة اللي يفهمون مدى تأثير التدخلات الخارجية بسبب ما تعرضوا له خلال هذه السنوات الأخيرة من تدخلات خارجية أو حتى قبل هذه السنوات. نعم أتفق معك. أعتقد بما لا يدع مجال للشك بأنه عشان نستطيع أو حتى نستطيع إقناع الآخر في دولة أخرى، في منطقة أخرى، في قومية أخرى بأن لدينا مظلومية، علينا أن نفهم مظلوميتنا أولا بالشكل الصحيح، وأن نعالج مظلوميات القوميات المختلفة في بلدنا أولا. يعني على سبيل المثال لدينا في اليمن، وأنا مثل ما أخبرتك يعني تفاجأت بأن هناك قرى كردية في اليمن، وهذا تقصير مني. مهم أنه أولا أتعرف على هذه القرى، مظلوميتها، احتياجاتها، هل تتعايش مع النسيج الاجتماعي اليمني العربي بشكل جيد أم لا، ومن ثم أيضا التواصل مع دول المنطقة والناشطين يعني في الدول المختلفة والقوميات المختلفة. ولكن في حقيقة الأمر بأن ربما أكثر ما نفتقده هو التعامل مع قضايانا بشكل محايد وبشكل موضوعي. مع الأسف الشديد أصبحنا في حال لدينا انتماءات سياسية، أصبح الانتماء السياسي والانتماء العقائدي هو من يغلب على حيادية وموضوعية ومهنية قضايانا سواء السياسية أو الحقوقية أو غيرها. وبالتالي أعتقد بما لا يدع مجال للشك بأن النضال العربي الكردي ومثل ما أسلفت تدخلات الخارجية والذي نعاني منها من سنوات طويلة إما ظاهرة وإما مخفية ساهمت بشكل أو بآخر بتمزيقنا، ساهمت بشكل أو بآخر بتشويه سمعتنا فيما بيننا البين حتى في داخل المنطقة الواحدة أو الدولة الواحدة، ساهمت أيضا مع الأسف الشديد بضخ أموال سياسية ليست نظيفة للمزيد من التمزيق والمزيد من التشويه حتى تحقق أغراضها في المنطقة، وهو التقسيم بشكل أو بآخر. لذا القلة التي تستطيع الوصول إلى وسائل إعلام محايدة ومهنية تتكلم فيها بشفافية عن أفكارها، علينا أن نتواجد بشكل أكبر، علينا أن نتحد بشكل أكبر. النضال العربي الكردي عليه أن يتواصل وأن يستمر، وأن أيضا يعطي مساحة للقوميات الأخرى، القضايا الأخرى، حتى نتمكن من تحقيق القيمة وهي قيمة العيش المشترك في المستقبل. نعم ست آثار، أنا خلصت أسئلتي بخصوص هذا المحور. إذا حضرتك حابة تذكرين نقطة أو تضيفين شيء لربما خلال الحديث نسينا نذكره، تفضل يعني أسمعك. اسمح لي أن أكرر شكري لك على هذه الاستضافة. كلمة أخيرة، أتمنى لكل المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تلتف حول قضاياها، وأن يكون شعارنا الدائم باختلاف عقائدنا وطوائفنا وأفكارنا العيش المشترك واحترام حقوق الإنسان والبحث عن قيم الديمقراطية فيما بيننا، حتى نستطيع أن نتخلص من الحروب والصراعات، وحتى نستطيع مقاومة كل الأفكار الدخيلة وكل التدخلات الخارجية وكل المحاولات لتمزيقنا وتشتيتنا وجرنا إلى مربع الصراعات اللامنتهية. فأتمنى من خلالك أن يكون المستقبل القادم هو مستقبل العيش المشترك في المنطقة. شكرا لك. شكرا لحضرتك أيضا. يعني إضافة لما قلتيه أحب أنه أضيف نهاية أذكر هذه المقولة أنه للقائد الثورة السلمية والمفكر الهندي غاندي، كان يقول لما البريطانيين بدهم يعملوا بلبلة وصراعات داخل المجتمع الهندوستاني كانوا يذبحوا بقرة ويحطوها بين المسلمين والهندوس حتى يصير صراع بيناتهم ويصير المشكلة بدل ما يكون من الخارج تدخل خارجي، يصير مشكلة من الداخل فيما بينهم. وهذا الشيء اللي اليوم لازم نوعى إلى سنين وسنين. احنا
دا نتمزق بهذه المنطقة وحقوقنا كاملة دا تسلب سواء كنا أغلبية أو أقلية، وكلنا دا نعيش في هذه حالة المظلومية. ومثل ما ذكرتي لازم ننتبه على هذه النقطة وعلى أساس نعمل حتى المستقبل ما يكون مثل ما كان سابقا أو مثل ما دا يحدث الآن لحد الآن. سأثر أني ممنونة جدا لوجود حضرتك معنا حقيقة، يعني أعطيتيني معلومات قيمة في هذه الحلقة لربما حتى أنا كنت غافلة عنها، وأعطيتي معلومات قيمة أيضا حول المبادرة وحول قضايا أخرى أيضا للمشاهد. أشكرك مرة أخرى على وجودك معي في هذه الحلقة. شكرا لك. أشكر ضيفتي مرة أخرى، ونأمل أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل كل العالم ولتصل إلى مبتغاها. وشكرا لكم أيضا للمشاهدة، وإلى اللقاء.